السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص القرائي الثالث، زيارة إلى مدينة العيون. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. السؤال الأول: أضع كل كلمة من الكلمات الآتية في المكان الفارغ. قبل الفريق أن ألعب معهم. استقبل أبي الضيوف. قابل فريقنا منافسه. السؤال الثاني: أختار المرادف المناسب للكلمة الملونة. اعتادوا بمعنى ألف. طازج بمعنى طري. السؤال الثالث: أكتشف الكلمة الداخلة في قائمة طبيعة الصحراء. الكلمة الداخلة في قائمة طبيعة الصحراء غابة. السؤال الرابع: أستعمل الكلمات الآتية في جمل. خلالها: لقد، غير، ناظري، كثبان. خلالها: قامت أسرتي برحلة شاهدت خلالها مناظر جميلة. لقد حل فصل الصيف. غير: حضر التلاميذ غير واحد. ناظري: متعت ناظري في أزهار الحديقة. كتبان: في الصحراء كتبان رملية. السؤال الأول: أكتشف ما لم يذكر في النص. ما لم يذكر في النص: شارع السمارة. السؤال الثاني: أضع العلامة أمام الجواب المناسب. سافر الولد إلى العيون خلال عطلة الربيع. سافر الولد إلى العيون بواسطة الطائرة. الذي استقبل الأسرة في العيون هو العم. ذهب الولد من العيون إلى المرسى. السؤال الثالث: أصل عادات أهل مدينة العيون بما يناسب. في ليل الصحراء: السمر والتجول مع الأهل والأبناء. عند استقبال الضيوف: شرب كؤوس شاي لذيذ. عند الاحتفال بالمناسبات: سماع أنغام موسيقى صحراوية. خلال التحدث والكلام: استعمال اللهجة الحسانية. خلال الغداء: شرب حليب الناقة الطازج وأكل تمر لذيذ. السؤال الأول: أصل الضمير بما يناسبه. نحن: سافرنا إلى العيون. هم: سافروا إلى العيون. أنتن: سافرتن إلى العيون. هما: سافرا إلى العيون. هي: سافرت إلى العيون. أنا: سافرت إلى العيون. السؤال الثاني: أحول العبارة الآتية إلى المثنى. ما زلت أذكر تلك العطلة الربيعية التي سافرت خلالها إلى مدينة العيون.
ما زلتما تذكران تلك العطلة الربيعية التي سافرتما خلالها إلى مدينة العيون؟ أختار من الكلمات الآتية ما أملأ به الفراغ: هل، متى، أين، كيف؟ كيف لون الرمال؟ أين ترعى الجمال؟ السؤال الأول: أكمل الجدول. أنت زر مدينة الرباط. أنتما زورا مدينة الرباط. أنتم زوروا مدينة الرباط. أنت زوري. أنتما زورا. أنتن زرنا. السؤال الثاني: أكون 4 جمل استفهامية. متى؟ أين؟ هل؟ متى انطلقت الرحلة؟ أين توجد مقلمتك؟ هل سافرت إلى مدينة أكادير؟ الإملاء. السؤال الأول: أكتب كل كلمة في الخانة المناسبة لها. الأسماء الموصولة: الذي، الذين، التي. التاء المربوطة: سيارة، صافية، ساقية، الطائرة. التاء المبسوطة: سافرت، مخيمات، صعدت. السؤال الثاني: أقرأ النص وأملأ الجدول. كلمات بها همزة الوصل: التلاميذ، التلميذات، الطائرة، السماء، الجميع، السفر. كلمات بها همزة القطع: أحمد، إبراهيم، أن. كلمات بها همزة متوسطة: الطائرة. كلمات بها همزة متطرفة: بهدوء، السماء، قرأ، دعاء. السؤال الأول: أقرأ وأكتب الهمزة في مكانها. ما زلت أذكر العطلة التي سافرت خلالها مع أبي إلى مدينة العيون بصحرائنا الحبيبة. رأيت أبناء عمي وتمتعت برؤية الميناء والشاطئ الجميل. السؤال الثاني: أصل الكلمة بالهمزة المناسبة: إكرام، سؤال، شاطئ، قائد، سماء، مسألة، أسواق.